تمزق الوتر البعيد للعضلة ذات الرأسين العضدية. تمتد العضلة ذات الرأسين من الكتف إلى المرفق في الجزء الأمامي من الذراع. يربط وتران مفصلان الجزء العلوي من العضلة ذات الرأسين بالكتف. يندمج رأسا العضلة في القسم البعيد من الذراع ليشكلا في النهاية وتران يرتكز على حدبة الكعبرة. يسمى هذا الوتر وتر العضلة ذات الرأسين البعيد. حدبة الكعبرة هي نتوء صغير على عظم الكعبرة في الساعد. الكعبرة هي إحدى العظمتين الموجودتين بين المرفق والرسغ اللتين تشكلان الساعد. يمكن لتقلص العضلة ذات الرأسين أن يؤدي إلى سن المرفق إلى الأعلى، ويمكنها أن تدور الساعد بحيث تشير راحة اليد إلى الأعلى. تسمى هذه الحركة بالاستلقاء. يوفر سفاق ذات الرأسين ارتباطاً بعيداً إضافياً عن طريق الاندماج مع اللفافة فوق عضلات الساعد المسنية وارتكازها على عظم الزند. تمزق وتر العضلة ذات الرأسين البعيد يحدث دائماً تقريباً بسبب إصابة مفاجئة في المرفق، وهو شكل غير شائع من الإصابات مقارنة بتمزق الوتر القريب، فهو يمثل حوالي 10% فقط من تمزقات العضلة ذات الرأسين. يحدث التمزق عادة عند أو بالقرب من موضع ارتكازه على عظم الكعبرة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون القطع عند الوصل الوتري العضلي. في هذه الحالة غالبا ما يكون الإصلاح الجراحي غير مرضي. في معظم الحالات يكون تمزق وتر العضلة ذات الرأسين البعيد كاملا بحيث ينفصل الوتر تماما عن نقطة ارتكازه على العظم، لكن يمكن أن يحدث تمزق جزئي حيث لا يتم قطع الوتر بشكل كامل ويمكن تحسسه عند طية المرفق. المريض النموذجي هو ذكر نشيط في الثلاثينيات إلى الخمسينيات من عمره، حيث أن حدوث التمزق نادر جداً عند السيدات. يزداد خطر التمزق لدى أولئك الذين يستخدمون مكملات عوامل النمو لزيادة حجم العضلات كالستيرويدات البنائية، لأن هذه الأدوية تسمح للعضلة بالنمو بسرعة كبيرة جداً بحيث لا يتكيف الوتر مع هذا النمو السريع. كما يمكن أن يؤثر استخدام النيكوتين على قوة الأوتار وكفاءتها. الآلية الأكثر شيوعاً لتمزق الوتر البعيد لذات الرأسين عندما يرفع الرجل أي شيء ثقيل مع سن مرفقه. في كثير من الأحيان يكون الحمل أثقل من المتوقع، أو قد يتغير الحمل بشكل غير متوقع أثناء الرفع، مما يجبر المرفق على الاستقامة، على الرغم من أن العضلة ذات الرأسين تعمل بجد للحفاظ على المرفق مسني. تنقبض العضلة ذات الرأسين بقوة أكبر للمساعدة في التعامل مع الحمل. مع زيادة التوتر على العضلة والوتر يتمزق الوتر البعيد وينقطع. يمكن أن يحدث التمزق أيضاً نتيجة لاصطدام أثناء ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ككرة القدم والهوكي والركبي. الأعراض: عندما يتمزق وتر ذات الرأسين فإنه عادة ما يشعر بفرقعة مباشرة أمام المرفق إذا كان التمزق كامل. في البداية يكون الألم شديد، غالباً ما يهدأ الألم بسرعة بعد التمزق الكامل، بينما في التمزقات الجزئية يميل الألم إلى الاستمرار. إذا كان التمزق كاملاً، يمكن أن يتراجع الوتر نحو الكتف مما يؤدي إلى انتفاخ في الجزء العلوي من الذراع. يسمى هذا التشوه بعلامة باباي المعكوسة. قد تظهر أيضاً منطقة مجوفة عند المرفق ناتجة عن غياب الوتر. عادة ما يتطور تورم الكدمات أمام المرفق بعد وقت قصير من حدوث الفرقعة ويمكن أن تمتد إلى الساعد. من الناحية الوظيفية، وإذا ترك التمزق دون علاج، سيتم ملاحظة بعض الضعف عند كل من السني وتدوير الساعد للخارج أو الاستلقاء. عادة ما يتأثر الاستلقاء أكثر من سني المرفق، ومع ذلك يتم استخدام مجموعات عضلية متعددة في كلتا الحركتين، لذلك لن ينتج عن ذلك أي عجز وظيفي. التشخيص: سيسأل الطبيب عن الأعراض ويأخذ قصة مرضية مفصلة. سيفحص منطقة الإصابة سريرياً، وسيجري العديد من الحركات لتقييم الإصابة ويقيم الضعف والقدرة على تدوير الذراع. أثناء الفحص السريري قد يقوم الطبيب بإجراء اختبار الخطاف. لإجراء هذا الاختبار يقوم المريض بسني المرفق المصاب بزاوية 90 درجة مع استلقاء الساعد بالكامل، ثم يحاول الفاحص لف وتر ذات الرأسين بإصبع السبابة وسحبه للأمام. يتحرك الوتر السليم إلى الأمام. سوف يتحرك الوتر المقطوع جزئياً إلى الأمام، لكن هذه الحركة تكون مصحوبة بألم. إذا لم يتم العثور على الوتر، فهذا يمثل اختباراً إيجابياً لتمزق الوتر الكامل. يعطي اختبار الخطاف نتيجة سلبية كاذبة إذا كان صفاق ذات الرأسين اللي في سليم. سيطلب الطبيب إجراء تصوير بالأشعة السينية البسيطة لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات أخرى في المرفق.
لا تظهر الأشعة السينية البسيطة الأنسجة الرخوة كالأوتار. لن يظهر تمزق الوتر على الأشعة إلا إذا سحب قطعة صغيرة من العظم معه من الكعبرة عند التمزق. يسمى هذا النوع من الإصابة بالكسر الانقلاعي. عندما يتم إجراؤه بواسطة أخصائيين مهرة، فإن فحص الوتر بالأمواج فوق الصوتية الإيكو يكشف في حساسية ونوعية إصابة الوتر. نظرا لتكلفته المنخفضة وأحيانا توفره بسرعة مقارنة بالتصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن اعتباره خيار التصوير الأول لبعض المرضى. ومع ذلك، في معظم الحالات عندما يكون هناك شك سريري بوجود تمزق في الوتر، يتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بشكل عاجل. يوفر الرنين المغناطيسي صورا للوتر تحدد ما إذا كان هناك تمزق جزئي أو كامل، ومكان وجوده، وما إذا كانت العضلة ذات الرأسين قد تراجعت نحو الكتف. العلاج: بمجرد حدوث قطع في الوتر، فإنه للأسف لن يلتئم من تلقاء نفسه، وبدلا من ذلك سيستمر الوتر في التراجع بعيدا عن العظم وينزلق إلى أعلى الذراع بينما تنقبض العضلة دون مقاومة، مما يجعل الجراحة ضرورية. قد نلجأ للعلاج غير الجراحي عند المرضى كبار السن أو المرضى ضعيفي الحركة، خاصة عندما يحدث تمزق في الذراع غير المسيطرة، أو عند المرضى مع مشاكل طبية تزيد من خطورة العمل الجراحي على حياتهم، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من تمزق قديم لم يشخص، أو أولئك الذين تأخروا في طلب العلاج ولديهم تمزقات مزمنة أو غير قابلة للإصلاح في الوتر، والتي قد لا تكون فيها نتيجة الإصلاح الجراحي أفضل بكثير من العلاج غير الجراحي. عندما يتم علاج تمزق وتر العضلة ذات الرأسين بطريقة غير جراحية، يحتاج المرضى عادة إلى إراحة المرفق باستخدام جبيرة أو وشاح معلق للذراع لمدة 3 إلى 4 أسابيع، إعطاء الأدوية مضادات الالتهاب اللاستروئيدية NSAIDs للمساعدة في تخفيف الألم والتورم. مع تراجع الأعراض، سيبدأ المريض ببرنامج إعادة تأهيل تحت إشراف معالج طبيعي. يتضمن البرنامج غالباً فترة علاج تتراوح من شهر إلى شهرين. كما ذكرت سابقاً، يمكن لعضلات الذراع الأخرى تعويض الوتر المصاب، مما يؤدي عادة إلى الحركة الكاملة والقيام بوظيفة مقبولة. ومع ذلك، إذا ترك التمزق دون إصلاح جراحي، سيفقد المريض 30% من قوة السني و45% من عزم دوران الساعد للخارج أي الاستلقاء. لكن بعد الإصلاح الجراحي يتم عادة استعادة ما يقارب 95% من القوة الطبيعية في كلتا الحركتين. عند المرضى مع تمزق جزئي في الوتر، فمن المفيد تأجيل إجراء الجراحة ومراقبة التحسن، فقد يتعافى الوتر. إذا لم يحدث تحسن ملحوظ خلال 3 أشهر، فمن الممكن إصلاح الوتر بشكل عادي في تلك المرحلة. عادة ما تشفى التمزقات الجزئية خلال 6 إلى 8 أسابيع. في التمزق الكامل، يجب إجراء الجراحة لإصلاح الوتر مباشرة خلال أول 2 إلى 3 أسابيع بعد الإصابة. بعد هذا الوقت، يبدأ الوتر والعضلة ذات الرأسين بالقصر والتندب، وتصبح الجراحة أكثر صعوبة، وقد لا يكون من الممكن استعادة وظيفة الذراع بعد الجراحة. في الإصلاح المباشر، يقوم الجراح بإجراء شق صغير عبر الذراع فوق المرفق مباشرة، ويقوم بسحب الوتر عبر الشق. يقوم بتحضير النهاية الحرة للوتر، حيث يقوم بتنظير النهاية المتأزية أو المشرشرة للوتر، ثم يقوم بخياطته. يتم تحضير مكان ارتكاز الوتر على الكعبرة أي الحدبة الكعبرية، حيث يقوم الطبيب بإنشاء ثقب صغير في العظم يتناسب في الداخل مع الوتر، ويكفي لاستيعاب زر مستطيل خاص. يزرع الوتر على الزر ثم يمرر عبر الثقب الذي تم تجهيزه، ويثبت الزر على الجانب الآخر من العظم، مما يمنح قوة ممتازة لعملية الإصلاح. إذا مر أكثر من 3 أو 4 أسابيع على التمزق، فسيحتاج الجراح عادة إلى إجراء شق أكبر في الجزء الأمامي من المرفق. ونظرا لأن الوتر سوف يتراجع إلى أعلى الذراع، فستكون هناك حاجة إلى طعوم وترية من أجل إعادة توصيل العضلة ذات الرأسين بنقطة ارتكازها الأصلية على الحدبة الكعبرية. إعادة التأهيل: سيضع المريض ذراعه في وشاحة أو جبيرة لمدة 3 إلى 4 أسابيع. يبدأ برنامج العلاج الطبيعي لمدة 2 إلى 3 أشهر حتى يستعيد الذراع قوته ووظيفته. يجب تجنب تمارين العضلة ذات الرأسين حتى 4 إلى 6 أسابيع على الأقل بعد الجراحة.